نور، رح نروح لأولى محطاتنا لليوم. رح نحكي فيها عن التغيير. كثير من الأشخاص بيسعوا إنه يعملوا تغيير بحياتهم بمختلف المجالات، سواء التغيير البسيط من الشغلات البسيطة بحياتنا اليومية، الأكل، الشرب، طريقة اللبس، حتى يمكن شلون ممكن نغير بشكلنا الخارجي، إلى التغيير الأساسي اللي هو كيف نتغير معه، يمكن بمكان عمل، بأشخاص، بطريقة تعامل، كلياته هذا تغيير، وهو جزء مهم من حياة الإنسان يعرف إيه ما تغير وإذا بيقدر يغير للصح أو لا. كل هاي التفاصيل رح نحكي عنها مع ضيفتنا بالاستوديو، مدربة مهارات حياة، السيدة رائدة بعكر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا، صباح الخير، صباح التغير الإيجابي إن شاء الله يا رب للجميع، نحو الأفضل إن شاء الله. أسعدني وجود حضرتك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف مفهوم التغيير، يعني كلياتنا يمكن نوعا ما بنغير شيء بحياتنا دون ما ننتبه. مفهوم التغيير بالمجمل إذا بنبسطه للناس شو هو؟ تماما. هلا التغيير موجود بحياة الإنسان من أول ما بيولد، صحيح، وموجود دائما كان قديما على شكل نصائح وتوجيهات وإرشادات، لكن هلا صار علم ممنهج له أسس علمية وصار مهارة الإنسان بيقدر يشتغل عليها. فالتغيير هو أساس الحياة، هو لغة الحياة، هو لغة الكون خلينا نقول. فالتغيير هو عبارة الانتقال من حالة لحالة، من وضع لوضع أفضل، ضمن خطة، ضمن منظومة، مهما كان في مقاومة، مهما كان في عثرات، إلى الهدف المنشود. إذن ببساطة التغيير هو الحالة اللي نحن نرغب نكون فيها بالمكان المناسب وبالوضع المناسب لإلنا. طبعا ما بيجي التغيير هيك، صحيح، بده يكون في له مقومات، بده يكون له مفاتيح، بده يكون في له أركان، بده يكون له صفات. طبعا التغيير هو حالة يكون حتمية، في رغبة كمان، صحيح، هو حالة حتمية. هو حالة شمولية، يعني حتمية، نحن شئنا أم أبينا بدنا نتغير، صح. هو حالة شمولية بتشمل الحياة كلها من جوانب الحياة، هي استمرارية. طالما نحن موجودين في الحياة فنحن دائما في استمرارية لهذا الشيء. فدائما في مثل بيقول: من لم يتجدد يتبدد، ومن لم يتغير يتألم، ومن لم يتعلم يتدور. فدائما انت ما بدك تضلي واقفة، لأن التغيير رح يكون أكيد شيء جازم وشيء أكيد بحياة الإنسان. أكيد طبعاً. بس يعني أوقات كتير بيكون مثل ما حكيتي، يمكن أول جملة قلتي صباح التغيير الإيجابي، أوقات بيكون التغيير سلبي، يعني أوقات في ظروف بتجبر الشخص أنه يتغير، في ظروف محيطة بتتغير حواليه ممكن تكون سيئة مانا جيدة. هون كيف الشخص بيقدر رغم كل هاد أنه يتحدى ويتغير أو يتأقلم، لأنه بنعرف أنه الإنسان جيد جدا بتأقلم مع كل تماماً. الظروف كيف؟ خلينا نحكي عن هاي المفاتيح اللي قلتي تماماً. عنها هلا للتغيير له أسباب. أنت فتي بسؤال تاني حضرتك، مع احترامي لك، هو التغيير هو له أسباب. من أسباب التغيير هو أنك الروتين اللي بتعيشيه، الملل اللي بتعيشيه، الصدمات اللي بتتعرضي لها، الضغوطات، الانكسارات، الشك واللوم، الظروف، الألم، العلاقات الفاشلة، دائما هي الحالة النفسية اللي أنت بتعيشيها، الحالة أنك أنت كرهاني، هون لازم نغير. وقفوا هون، في رسالة كونية أنه نحن لازم نتغير. نحن شو بنفكر أنه هذا الألم ليش الله اختارني إلي وليش أنا بيقتنع؟ لا، هون إجت الفرصة الذهبية اللي بقلن إياها أنه نستغل هاي الظروف وهذا الألم وهذا الوجع وهي الضغوطات لنعمل تحول جذري بحياتنا. لأنه من أهم أنواع التغييرات هو التغيير، في عندك تغيير سطحي اللي هو المكان والبيئة والمسكن، لكن عندك التغيير العميق يلي هو التغيير يلي بينك وبين نفسك، يلي بينطلق من ذاتك. فوقت بيجي هالألم، بتجي هالانكسارات، بتجي هالضغوطات، بتجي هالأحداث وهي الصدمات، هي رسالة كونية أني أنا اخترت إليك أنك أنت تنتقلي من حالة لحالة أفضل. فنحن في فرق كتير بين أنك تتغيري بإرادتك وبين ما تتغيري نتيجة الظروف السلبية أو الضغط السلبي. فشئنا أم أبينا بالحالتين نحن لازم نتغير. وهذا التغير طبعا له مقاومات كثيره، يعني انت وقت بتتغيري بتلاقي كثير انكسارات ومقاومات رح بين الخوف، الخوف من التغيير، انا بخاف اني اتغير، بخاف اني واجه، بخاف اني انا مرتاحه هيك، ليش لحتى فوت بعمليه التغيير وانا مرتاحه؟ لا، خليني بمكاني مستعده هيك، على الاقل ضمناني حياتي، ضمناني. فدائما للتغيير بده يكون الانسان بيفكر فيها انه رح اخسر ماديا ومعنويا وحياتي، لا خليني مرتاح. فنتيجة هذا الخوف هو بيعمل هيك مكان الراحة، خليني بمكان الراحة.
نحن هذا الشيء سلبي مثل ما بتقولي حضرتك. نحن لازم يكون عندنا تغيير إيجابي، نستفيد من هذه الظروف، نستفيد من هذه الألام، نستفيد من أي شيء بمر بحياتنا لننتقل ونتحول للأفضل، لأنه الألم هو اللي بيصنع منك. ما في ولادة إلا ما وراها ألم. خليني أترك النسخة القديمة انتقل لنسخة جديدة تناجي أو توافق حالة الوعي اللي أنت فيها. نحن بوعي، وكل مرحلة من هذا الوعي في له تغيير. الوعي بينتقلك لمراحل أعلى وأعلى. من أصلا من أهم أسرار النجاح في الحياة هو الوعي نحو التغيير. طيب بما أنك ذكرتي أنه هناك تغيير سطحي وتغيير عميق، خلينا نذكر أنواع التغيير. هل هناك أنواع للتغيير؟ خلينا نفصل أكثر شو هي. أكيد أكيد التغيير له أنواع كثيرة. عندك أهم تغيير هو تغيير المعتقدات والأفكار السلبية اللي نحن متبنينها نتيجة العيشة والبيئة والمجتمع والمدرسة. أول شيء لازم نغير المعتقدات الخاطئة، نغير الأفكار الخاطئة، نغير بالعلاقات، من علاقات منا صحيحة، نغير بالاهتمامات، نغير بالقدرات، نغير بالقدوات. ممكن أنت قدوتك فترة ما كذا شخص ما، لكن فيما بعد يكون لك قدوة تانية. دائما هي التغيرات هي اللي بتعمل منك إنسان متوازن وكامل على صعيد. عندك تغيير الاستراتيجي لقدام، عندك تغيير خلينا نقول التدريجي، عندك التغيير البسيط أو الجزئي ببترة معينة وبترجعي لحالك. هي كلها تغيرات تتناسب مع الوعي، مع الحالة اللي حضرتك موجودة فيها. طيب يعني اليوم الناس بتسأل إنه شو السبب للشخص يقاوم التغيير، علما أنه بكثير من الأوقات مثل ما حكيتي التغيير بيكون هو تغيير إيجابي، هو عم بيغير أشياء هو مزعوج منها. هو أساسا قرار التغيير بيجي بعد ألم أو بعد معاناة أو بعد وضع هو رافضه شو ما كان يكون السبب. فاليوم شو الأسباب اللي ممكن هي تعمل ممانعة للتغيير أو توقف هذا التغيير عند الإنسان؟ أول سبب هو أنت نفسك. العدو الأول للتغيير للظروف ولا المكان ولا البيئة الاستسلام. أنا ما بدي أتغير، أنا هيك مرتاح. فأول عدو خوف، يعني ممكن الخوف طبعا الخوف من المجهول، الماضي الماضي، القلق لقدام أنت باللحظة. فنتيجة هذا الشيء بتحسي أنه هنني خايفين يقوموا بأي تغيير إيجابي. وغير هيك ما في حدا جاهلين بطريقة التغيير، ما عندهم هدف بحياتهم. أنا ما عندي هدف واضح لحتى أسعى له، وهو مشتاق للماضي، خلص أدمن على الماضي وعلى الروتين اللي كان هو عايش فيه. فهذه نتيجة هذه المخاوف، نتيجة عدم القدرة اللي بعرفه اللي بيعرفها بذاته، ما بيقدر، قلة ثقته بنفسه، ما بيكون عنده هذا التغيير، خلينا نقول هذا الإقدام نحو التغيير، لأنه هو جاهل بحقيقة التغيير وبقوانين الكون. يعني هو ما بيعرف إنه التغيير بالحالتين رح يكون في تغيير بحياة الإنسان. نتيجة الظروف والضغوطات اللي هلق حكيت عنها. طيب خلينا نحكي عن أهم خطوات التغيير الفعالة اللازمة لأي حد هلأ عم يتابعنا. قلنا ممكن الشخص يقاوم التغيير لأنه هو ما بيعرف أساساً الأسس أو الخطوات الأساسية لعملية التغيير. فخلينا نعطي بعض هاي الخطوات لأي حدا فعلياً من قلبه حابب فعلياً يعمل تغيير جذري لإله أو لحياته. وأنا من قلبي بقول وبدي أقدم له إن شاء الله يا رب هيك الكل يكون يسمعني وأقدر أنا أوصل هاي الرسالة. شو هي أهمية التغيير حتى فوت لأستراتيجيات التغيير؟ ليش أنا بدي أعمل؟ اسأل حالي ليه أنا بدي أعمل التغيير؟ شو بدي أستفيد من هذا التغيير؟ أول شيء التغيير الأهمية كتير بحياتنا، أني أنا بحل مشاكلي، بعيد ثقتي بنفسي، بواكب التطور والتقدم والارتقاء اللي عم بيصير بالحياة. طب إذا أنا واقف مكان كيف بدي واكب هالتطور؟ كيف بدي أبني ذاتي من جديد؟ فدائما أنا شوف شو أهمية التغيير، هو أني أنا أقدر أجرى الثقة من جديد، عدل بنفسي، واكب التطور، اعمل تحسين، حل مشاكلي. ما دائما انا بدي اروح احاول اعرف شو هي المشاكل اللي عم تتعرضني من طريقه الابداع والتفكير. فمن هون بيجي اول شيء حبي ذاتك. وقت بتحبي ذاتك لازم تتغيري مشان حالك، مو مشانك ولا مشاني ولا مشان ابي، مشان حالك. حبي حالك، انت بتستحقي تتغيري وتكوني الافضل، تكوني نسخه افضل الك لقدام. فاول شيء طريقة محبتك لذاتك من خلال تقبل كل شيء بيحيط فيكي، تقبل ذاتك، تسامح الماضي، الامتنان، كله هذا بيعطيني حب للذات. وقت بحب ذاتي بقعد هيك
له بقول لهم على رواق بجيب ورقه وقلم بكتب انا وين هلق، شو نقاط ضعفي، شو نقاط قوتي، وين رح صير بعد شوي، وين هدفي المستقبلي. بكتب خطه تفصيليه، شو انا بدي، شو الاجراءات اللي لازم اعملها، يا ترى شو المقاومات اللي انا رح اتعرض لها، لانه انا رح اتعرض لمقاومات وضغوطات كثيره نتيجه هذا التغيير. صحيح. في شغلتين احنا لازم نعرفهم، اللي بده يتغير بده يترك شغلات كثيره لينتقل للمرحله اللي بعدها. فانا بحط هذا المخطط هيك وبطلع خلال فتره زمنيه معينه. فدائما وبعقد النيه، النيه اني انا لازم اتغير بقلب صادق وثقه وشغف. التغيير هو مسؤوليتي انا، قراري هلق لازم اتغير. وقت انا ما بيكون عندي قرار، ما بيكون عندي هدف واضح، وما بيكون عندي سمات الشخص المتغير اللي هي الالتزام، الحماس، المخاطرة، الشجاعة، الإدارة، القوة. بس مو كل الأشخاص ممكن يكون عندهم هاي الصفات، وبالتالي تماماً ما نحن بيختلف. يعني اليوم بنعرف نحن أنه في شخصيات كتير، يعني في شخصية قوية، في شخصية قيادية، في شخصية يعني بيقولوا أنه هي بتعتمد على غيرها أو تماماً ما بتتحمل مسؤولية. بس كل الناس بحاجة للتغيير بحياتها، يعني مو بس القوي لازم يتغير. ما هو فكيف أعطينا هيك مفاتيح تساعد الأشخاص اللي هنن ما بيقدروا ياخذوا هالقرارات لوحدهم؟ وقت ما بقدر اخذ، انا فيني اعمل مهارات حياه، يعني فيني انا فوت اعمل من خلال، لانه دائما نحن اي شيء نحن بدنا نتعلمه هو مهاره، فالمهاره بتقوم على اسس علميه. وقت انا بقوم مثلا بعالج هذا الشيء، بعالج هالمشكله، هو انت معرفتك بالمشكله هو جزء من الحل. صحيح. انا وقت بعرف المشكله كاني حليتها، بعالج هالمشكله هي، ممكن اعمل تدريب، اعمل تطوير، ممكن استشير، ممكن شوف حدا قدوة لإلي. قلت لك من البداية تكون قدوة يساعدني على هذا التغيير، لأني أنا بجهل مراحل التغيير. طيب أنا مثلا أكثر شيء بقدر بعمله مع حالي أني أنا أعرف نقاط ضعفه وين. من أهم شيء أني أعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي وأشتغل عليها، أعمل صورة ذهنية لحالي، أترك هالإيحاءات السلبية. بعدك حضرتك عم تحكي في أشخاص، ليه أنا لسمع في أشخاص هن سلبيين؟ لا، أنا بستحق أني أتغير. بعمل صورة ذهنية بغير هاي الأفكار السلبية والمعتقدات السلبية اللي زارعين أني أنا ما بقدر أتغير، غير هالمعتقدات، غير المعتقدات بيتغير الأداء، بتتغير الحياة، بيتغير كل شيء حولك. وقت أنت بتتغيري، لأنه التغيير هو الشيء الثابت بالحياة، وقت أنت بتتغيري من الداخل رح ينعكس على حياتك، ينعكس على الكون بشكل عام. فالتغيير هو مثل ما بقول لهم صعب بالبداية وصعب بالبداية وبالنهاية هو مفيد جدا لنا. صح التغيير والوعي صعب، لكن أصعب من هو أنك تضلي واقع في مكان لا تشبهينه، مو لإلك، مو المكان اللي أنت بدك فيه. فإذا أنت هذا المكان فقومي بهي التغييرات وبهي الخطوات، تصوري أنك أنت بتستحقي هذا التغيير، وخلي إيمانك كبير برب العالمين. وقت بيكون عندك إيمان كتير برب العالمين، الكون بهيئ لك جميع الظروف. وقت بتكوني مآمنة، أنا بقول لهم في اسمها معادلة التغيير، المعرفة، المهارة، القوة، تكرار. مو أنا معناتها فشلت أول مرة من التغيير معناتها أني أنا لازم استسلم، كله بيعطيني تغيير حقيقي ونجاح حقيقي. ما حدا رح ما يمر بفشل، فالتكرار الشيء، وبعدني عم بحكي هو الرغبة، هو الالتزام، هو الانضباط الذاتي، هو اللي بيهيئك لتتقدم إلى قدام من خلال التدريب ومن خلال أشياء كتير. أكيد بالختام بدنا نشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا على الاستضافة، شكرا كثير لكم، بتمنى التوفيق للجميع وتغيير نحو الأفضل بإذن رب العالمين. إن شاء الله. شكرا كثير لك.